كلما قل الماء أو نضب يبدأ هذا الرجل رحلته المعتادة لجلب الماء الصالح للشرب. يستخدم الرجل مهاراته لاعتلاء شجرة التبلدي المعبأة بالمياه، والتي تعد إناء التخزين الوحيد هنا منذ هطول الأمطار. فمنذ زمن بعيد ابتدع أجداده هذه الطريقة للاستفادة من ضخامة جذع الشجرة، إذ يقومون بتجويفه لتخزين ما يعادل نحو 50 برميلا من الماء للاستفادة منها في فصل الجفاف. احنا عندنا ما أقل من 10 أو 9 قرية دي الدوانكي ما فيها، ولا حفائر رسمية كدي ما فيها. يعني التخزين تعتمد ان نعتمد الاعتماد كلي. شجرة التبلدي المميزة لإقليم كردفان يصل محيط جذعها إلى 10 أمتار وطولها إلى أكثر من 30 مترا، ويسميها أهل كردفان الشجرة المباركة لما لها من فوائد. المكوب فيها الموية وبنستفيد منها، وفيها جونجوليس بنحطه بنبيعه برضه بنستفيد منه. تنمو أشجار التبلدي في هذه المناطق بصورة طبيعية دون تدخل الإنسان، ولا يتم استزراعها، لذا فإن سقوط إحداها يكون مدعاة للوجل بين السكان لصعوبة تعويضها. مين ما قمنا لقيناه مزروع، ما عارف اللي زرع بزرعوه كيف، كان عارف اللي زرع نزرعوه لأنه دير ربانا وربا بهذا التبلدي دي، لأنه كبيرة تلقاها وقعت، أغلبية التبلدي ده وقع لأنه من ما عارف اللي حاجة أكثر حاجة تنظفها. آلاف الأشجار المنتشرة في ربوع كردفان يزيد عمر بعضها عن 500 عام، تشكل مصدر حياة للسكان. فوائد عظيمة يجنيها سكان بادية كردفان من شجرة التبلدي، إلا أن هذه الشجرة بدأت أعدادها في التناقص، الأمر الذي يستلزم دراسة متأنية لاستزراع مزيد من الأشجار نتيجة لفائدتها العظيمة. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، منطقة الخوي، ولاية شمال كردفان.